هنا يبدا ينخفض السيل. كيف تعرف انه انخفض السيل؟ من التجويف الارضي هذا اللي اثر السيل، ثم يبدا يرتفع في المكان الثاني هو، يعني يرتفع المكان بمنسوب اعلى مثل هذا. مثلا يقول برهت بمصيد، من بره من الصباح برهت بمصيد، وتبدئ واضرب عجومه على الفالي، قد طيب مزرب من توي، واعرف خضوره من القاسي، حتى تعرف الطرق انه من حماس ونشوه صباحيه مثل الشدال العصافيري. يقول برهت بمصيد وتبدئ واضرب عجومه على الفالي قد طاسي ابهد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا رجل، يستر عليك. خلاص خلاص يا لا إله إلا الله. شوفون كبر جذع يا ناس، شيء خيال. لوع منك سير من هنا بعد. يا الله، كم يمكن مترين أو أكثر؟ والله أكثر من مترين عرض. إيه سبحان الله، لكن انقصت ترى من هنا. لا إله إلا الله. يا